بونسوار بونسوار ا توتي اتوس، مساء الخير عليكم. ازول اللون صحة ومن سنون بون ابيتي بور لي جون كي سون توجور ا طابل. الوغ صحة عشاكم. كيما شفتو سور ما باج فيسبوك راح نتكلمو على توقيف الامير نتاع الجبهة الاسلامية للخراب علي بالحاج لو ليتنون تاع باسيل المدني، هو والنجل نتاعو عبد الفتاح يامس زو ايتي اريتي ايغ باش نتفاهمو مليح. الوغ ايزون ايتي اونتوندو بار لي سيرفيس دو سيكوريتي، واليوم تم تقديم نتاعهم امام النيابة. وكما قال واحد علي بالحاج باسكو في سون اج كبير، كما قال واحد il a été libéré ou placé sous contrôle judiciaire. Déjà, on me crie sous contrôle judiciaire. Qui m'a dit que c'est un rebelle, mais c'est un rebelle. Il a été mis sous contrôle judiciaire, mais il a été mis sous contrôle judiciaire. Mais il a été mis sous contrôle judiciaire. Wildo, Wildo a été placé en détention provisoire. Wildo, Abdel Fattah, il a été placé en détention provisoire, c'est-à-dire plutôt le habs. حتى يتم في التحقيق وحتى يشرع. حسب المعلومات الأولية علي بالحاج خي تعرفوه ما يتوقفش خلاص من الفيديو ويتكلم على مع القناة نتاعو نتاع فان تاعو نو قناة تاع عباس المدني المغاربية. يدروا المغاربية ديما الناس كيما قال واحد يعيطولو لشتا خاطر منعوه قالوا له ما تجيش تهضر مع الصحافه، والمغاربيه يعيطوا له بالعالي وكما يتسزوا كما قال واحد في الدوله ويتسزوا في الناس. وعلي بالحاج يصنفوا يتكلم وخلاص هذا هو. وهما يعني يقول لك حنا علي بالحاج هذا ديجا ضرب فيها 15 سنه حبس وروح وروح وكذا ومنا، وهو انسان كبير دوك على روحه ما يحبوش يلوحوا في الحبس، وهو مازال مازال اشاك فوا يتكلم ومازال هو ممنوع باش نورمالمون هذو جماعه الفيس اي نون با الدغوا باش يديروا سياسة. خلاص كما قال واحد ماهيش 200 ألف قتيل، هذه راح تباطل هكا كما قال واحد وخلاص. نو هذو الناس إذا إيتي ليبيغي كما قال واحد مازالوا أخرين مساكن في التسعينات من اللي كانوا هذوك اللي هفوهم مساكن من التسعينات هما في الحبس، هما تلقوهم كما قال واحد باش قال لهم ما تجيوش تهضروا على السياسة ما ديروا والو. مي سامبلومون انا يا والله ملوم هذا علي بالحاج ولا جماعه الفيس هذو اللي راهم قاعدين ينشطوا سور لي 40 سور لي تقريبا 58 ولايه، مازالهم ينشطوا مازالهم ديما يتكلموا مازالهم. هذا كامل علاش؟ هذا كامل على جلد السلطه. الناس هذو لي ريسبونسابل تاع البلاد باغيين يحكموا الناس هذو، باغيين ديما الناس هذو يحتاجوهم باش يخدموا بهم، باش وين يحتاجوهم يخرجوهم. قال من بعد كي تكملوا كي يكملوا معاهم يقولوا عاودوا دخلوا كي لدياركم، ولي كيما قال واحد اليوم هم حكموه غدوه يطلقوه عام غدا. وهذا ما كان غدوه كي يحبوا يخلعوا الشعب يخرجوهم كيما في ضربه الحراك التحرك هذاك خشتوه التحرك هذاك، هما حركوا الحاله. ومن بعد يجيبوا جماعه الفيسا يا اخرجوا روحوا جايين هما عليها نحيا وعليها نموت في واش يقولوا اون بلان كيف اسمه تحرك اون بلان حراك. دونك انا ما نلومش هاد الناس هذو نتاع الفيس هذو، باسكو الناس هذو نورمالمون لو كان جات في دوله ما هاد الناس هذو راهم ما عادش يتحركوا خلاص ما عادش يتحركوا. مي سامبلومون لقاو سلطات حتى السلطات كما قال واحد يحتاجوهم هما بعد. وقال واحد الوقت بالك خلاص كانوا باش ينجموا حتى راح يرجعوهم في تحت غطاء واحد اخر يبدلوا لهم الاسم نتاع الجبهه الاسلاميه نتاع حمايه الخراب ويجيو كما قال مدني مزراق الكريمينال. قال احنا نرجعوا في تحت مسمى اخرى، يعني يسمي روحه حاجه اخرى، يعني لعبه الناس تموت الناس تذبح الناس ومن بعد ما كان والو يعاود رجع، ومن بعد يجوا كيف يعاودوا تسعيرات اخرى ومن بعد يلعبوا بهم. دونك شوفوا كيما قلت لكم هذوك النهارات هذو الاخوان المجرمين نتاع مصر ما قلتلوش كيما قال واحد 100 واحد
ما قتلوش 100 واحد وحطوهم اورغانيزاسيون تيرورست، اورغانيزاسيون تيرورست باش يكون في علمكم. وهاربين في كل بلاصه، ملي كان يجي واحد اللي يجي يحكموه يروحوه في الحبس. مهربين في كل بلاصه، في قطر، في السعوديه، مهربين في كل بلاصه. الجزائر نو، الجزائر مخلينهم يتكلموا هذا علي بالحاج كل نهار يدير فيديو بلا شي ما ي... بلا شي ما ي... كيما قال واحد بلا شي كيتكلموا معاه جماعه هذو كيما يقول لهم المغاربيه اللي الشعب الغبي يجيو خارجين في في في, في الحراك ويعيطوا المغاربيه قناه قناه الشعب الو هي قناه عباسي المدني وقناه الفيس فوالا. دونك كما قلت لكم يامس تما تما توقيفهم كما قلت لكم علي بالحاج وهذا ولده ساعات يشوق به ساعات ولده هذا كما قال واحد يبعثوا منه ولا منه داروا لهم التهمه هي انهم قاعدين يشوشوا كما قال واحد على الانتخابات. يعني واش راح نقول لكم يعني انا كي لو كان انا في بلاصه السلطه ما نخليهم يهضروا على ارواحهم. انتخابات انتخابات هذه علاه كيما كان انتخابات هي هذا وكامل راهو كيما قال الانسان راهو كيما قال سي دو سينما سي دو سينما. حنا على بالنا بلي الانتخابات محسومه والماتش مبيوع وتبون هو الرئيس القادم وخلاص. واش من انتخابات راح تكون ولا كاين والو؟ فوطاو الناس ولا ما فوطاوش؟ فوطاو تبون هو الرئيس، ما فوطاوش تبون هو الرئيس. دونك سي با لا بان مادام الناس اللي تحكم في الجزائر هما اللي ديسيديو خلاص. دونك لو كان هنا نخليهم يهضروا على ارواحهم، نخليهم يديروا واش يحبوا. واش من تشويش هذا؟ تشويش لو كان جات انتخابات راح تمشي كيما قال واحد نظيفه وكذا ومنها معليش نجم نقولوا بيشوشوا. مي انتخابات محسومه، انتخابات كيما قال واحد راهي كيما قال واحد سي دي فولكلور. هذا ما كان راهي على وجوه الناس سيتو، ما كان لا انتخابات لا والو. على هذا عيطوا لهم وسمعوهم وكيما قال واحد ولد علي بالحاج على كل حال عبد الفتاح هذاك لاحوه في السجن واحد ثاني يقعد يحقوا معاه بالك يخرج وراء الانتخابات. وعلي بالحاج قالوا كيما قال واحد في سوناج السن تاعو ديجا اللي مالاد مريض كيما قال واحد طلبوه وقالوا له راك تحت الرقابه القضائيه. هو ديجا عنده 55 رقابه قضائيه ماشي هذه الاولى، عنده 55 رقابه قضائيه. هذه قضيه علي بالحاج وقضيه هذه الناس كل انا ديما نقول باللي السلطه هي اللي دير في الشيء. نقول لكم الحق، الناس اللي تسير في البلاد هما اللي داروا الفيس، هما اللي داروا حماس، هما اللي داروا سينو. كيفاه من فضلك قول لي برك كيفاه انت دير قانون وما تحترموش؟ انت درت قانون يقولوا له دستور والدستور يمشيوا عليه الناس. روح هز الماده 42 تاع الدستور واش تقول؟ واش تقول؟ تقول باللي يمنع على اي شخص باش يدير حزب سياسي تحت غطاء ديني، تحت غطاء لغوي وجهوي، هذه مفروغ منها. دونك هذا واش يقول هذا البنت هذا تاع الارتيكل 42 42 من الدستور. وكيف انت تسمح انت يا للناس اسلاميين كيما هذو الحماس ولا كيما النهضه ولا كيما منا وباش يش ولا كيما هذه نعيمه صالحي ولا كيما هذا بوريونه هذا ولا بن فارين ولا ما عرف واش يتكلموا باسم الاسلام وكيما قال واحد ومام السلطه بعد السلطه هي بعد حتى هي تبزنس بالاسلام. حتى السلطه تبزنس بالاسلام. يا اخي شفتوا البارح الملتقى اللي داروه زعما باش انفان لو راسمبلمون باش زعما يدعموا رئيس الجمهوريه عبد العزيز بوتفليقه ربي يرحمه هذا باش يتبون عبد العزيز تبون باش يكون رئيس. يبداوها ايات بينات وما نعرفوهاش وما نعرفوهاش. يعني كرنفال ماهوش في الجزائر، كرنفال في الجزائر. لو كان عينها السلطه، لو كان عينها السلطه تنتهي من هذا المشكل تاع الفيس والتورنيفيس والاخرين، كانت راهي هزت موقف منذ كملت التسعينات و 200 الف اللي ذبحت وكذا ومنها نحبسوا. وانا قلتها مسيو يحيى، مسيو يحيى الله يطرق سلاحه. وقلت له خطره تلاقيت معاه وقلت له يا ولدي انتوما الوقتاش هذا حنا نبقاو حنا ديما نترافيكيو في الانتخابات ونبقاو ديما حنا حاكمين كروشنا دم لا غدوه الصباح
تخرج النهضه ولا تخرج حماس ولا تخرج منا ولا. قلت له كيفاش؟ قلت له على سيدي ايماجينو زدنا درنا انتخابات اخرى وخرجت النهضه هي الاول ولا خرجت حماس هي الاول، كيفاه نديروا؟ نضلوا نجيو في عقابهم كي جماعه الفيس والله. قال لي واش شايف وسنك؟ قال لي واش شايف وسنك انت نشد قبايلي واش كذا شاوي؟ قال لي نقول لك، قال لي والله ما يفوتوها. مي اسمح لي ما حبيتش نكمل انا باسكو كان غاشي، انا ما حبيتش نكمل مع الهضره بزاف يا خويا، ما يعقبوش والله ما يروحوش. اي مصح الوقتاش وحنا هكا شكاكم ايبا يفوتوا نفريوها، يفوتوا نفريوها، نحيو علينا الاسلاميين هذو من خلاص من السياسه. باش هاك الساعه واحد علاش الناس مازالوا كل كاملين مازالهم طامعين؟ علاش تلقاهم كامل؟ هذا كل من السلطه، هذا كل من السلطه. غدوه يقول لك رايحين يرجعونا، رايحين يديروا لنا هاو حماس. وكي تقول لي حماس ولا النهضه ولا الفيس، كل هذا ميم شوز، تغيير غير الاسم برك، تغيير غير الاسم برك. هذا ما كان عندهم لا ميم ايديولوجي، عندهم لا ميم اوبجيكتيف، خلاص كامل نحبوا يديروا الدوله الاجراميه نتاعهم. دونك انت مازلت تخليهم وتعطي لهم في واش يقولوا، تعطيهم في الامل. اي سي بان سي نورمال كو مازال يكون عليه بالحاج، ومازال يكون ولد عليه بالحاج، ومازال يكونوا حتى كيموت عليه بالحاج يكون ولده، كيموت ولده يجي ولده وهي ماشيه، وخلينا منه هو. الجزائر كامله عليه بالحاج، الجزائر كامله. دونك انتم كيما قال الانسان، هذو المسؤولين هذو نتاع الدوله حبوا كيما قال واحد مدارينهم كي ماريونيت تيريهم، اي خرج عليه بالحاج روحوا ادخلوا عيطوا وقولوا بلي هكا وهكا. ومن بعد عليه الدوله قال لها حبس تروح تحكمهم، قال اتونسيون الارهاب راح يرجع ولازمنا نقعدوا، لازمنا نزيدوا نبرولونجيو الموندا نتاعنا، ولازمنا يلعبوا بهم كما قال واحد، يلعبوا بهم وهم مش فايقين. وهما الاسلاميين هذو ما على بالهمش برواحهم بلي راهو عمرهم ما يحكموا الحكم، ما على بالهمش هما. باسكو علاش؟ خاطر احنا رانا ماناش في عالم وحدنا. علاه الفيس كما قال واحد لا ايتي نحاوه؟ بوركوا علاه نحاوه؟ تحسبوا سيتون ديسيجن تاع الجزائر برك ولا؟ نو نو نو، ماشي ديسيجن تاع الجزائر، ديسيجن تاع كما قال واحد تاع فرنسا ونتاع لي ستاتيني دابيريك ونتاع منا. قالوا شي هذا واش هذا واش راكم قاعدين نديروا هذا؟ خاطر انا نقول لكم اذا كما كان خلاو الدوله ما ليبيا ولا الجزائر ولا ما عرفوهاش ربحت الانتخابات الاسلاميين، اعرف بلي رايحين يعطيوهم، رايحين يعطيوهم في 3 شهور الاولين بعد يعطيوهم الحس. مي كيقول لك حنا ما كان لاه نفزوا البلاد هذه وما كان لاه نديروا مشاكل معاهم، يعيطوا لهم قال نحيوا علينا هذا، كيما داروا مع مصر. كيف مصر خلاو هذاك خرج هذاك عبد الفتاح هذاك ما عرفتش الاسلاميست هذاك، ومن بعد عيطوا لجماعه الارمي قال لهم انتم واش راكم قاعدين ديروا هذا؟ هيا قال لهم نحيوا علينا هذا. سي نورمال، سي نورمال. اذا خلاو، شوفوا نقول لكم، اذا لي ستاتيوني دامريك والدول هذه لي بويسونس نتاع العالم خلاو دوله ما، خلاو الجزائر ربحوا الاسلاميين ولا تونس ولا اي وحده، راه ماهمش راح يطوروا معاهم باش يعطيوهم ضربه للراس. ما كاينش ثاني، ما يلعبوش معاهم بالعاني. قالها الارهابيين طف يعطيك الحس 3 شهور الاولين ما تعبيش، خلاص خلاص. دونك الدوله العميقه في الجزائر و لارمي كيما قال واحد ولي سيفي سيكوريتي ماهمش راح يخليو الاسلاميست يحكموا الحكم، محال محال. غير اذا حبوا يفلقوا البلاد، حبوا يقول خلي نتهناو من حنا نهربوا ونخليهم دبر راسهم، قال ياك روح يعطيوها الحماس ولا يعطيوها النهضه ولا يعطيوها لعلي بالحاج، قال يا ارواح هاك خويا. هذاك الوقت هذاك لازم اللي طق على منطق، اللي قدر يهرب فوق البيسيكلات يهرب، اللي يحب يهرب فوق الداب يهرب، اللي يحب يركب فوق الحصان يهرب، وروح اهربوا خطرش ميم با 3 موا رايحين يجيو يقلوزونا. دونك هذه هي بذريعة محاربة الإرهاب وخلاص، كيما داروا ليبيا، كيما داروا بزاف البلدان اللي باسم الإرهابي يقضيوهم وخلاص. هذا ما كان. دونك قضية علي بالحاج هذه قضية معروفة من القديم زمان، ماهيش غير من اليوم. لو كان عينهم باش ما يكونش علي بالحاج راهم صفاو معاه الحسابات صافي لونطون، هو ولا غيره. ما كان والو، ما كان قداش غدو الصباح لو كان نديروا دولة علمانية ماعادش خلاص لا علي بالحاج لا والو، حتى كي يقولوا دوخ في روحكم ما بقاش، وين راك تروح؟ واش راح يدير؟ مي ديما كيخليو بلي كاين حماس، كاين النهضة، كاين منا، حتى هو ديما الطمع يكون، قلت مادام كاين حماس نقدر نرجع. كيما قال واحد الشعب يحبنا، الشعب يحبنا، إيوا الشعب، الشعب داعشي، شنو هو اللي يحبك؟ الشعب رجع الدولة بعد المسؤولين بعد رجعوه الشعب داعشي. سي نورمال اليوم 80% تاع الجزائريين
لو كان تقول لهم شكون تحبوا يرجع للحكم يقول لك حماس ولا النهضه ولا علي بلحاج. هذا هو دونك علاش؟ باسكو دواعش على روحهم سي نورمال رجعوهم كل دواعش. هما يحسبوا بلي علي بلحاج يعطيهم اتستاسيون يروحوا للجنه مساكن، ما على بالهمش ما يعرفوش، ما على بالهمش بلي غدوا لو كان يحكم علي بلحاج راه ميم با 3 موا يقلوزوهم، ما على بالهمش. هما يحسبوا كيما لو كان يحكم علي بالحاج راح يديكلاري لاكار لاسرائيل وراح يديكلاري لاكار ليزتازيوني دامريك، راح ما ينجي ما يدير والو. لا علي بالحاج لا 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 لا, لا مقري لا هذو كامل راهم حاكمين العصا من نص الرواي موربي بالروال. لو كان غدوا صباح حتى هما يحكموا الحكم عندهم ما يديروا، ما ينجموا يديروا والو، ما ينجموش يتحركوا بك. دونك قضية الفيس هذا علي بالحاج هذا ديما دارو معسوسة اش 24 وين يخرج يحكموه، وين يخرج يحكموه يلقاوه يديوه يقعد في الكوميسارية ولا يديوه بعد 5 جويي 19 5 جويي حتى يضرب الليل ومن بعد يطلقوه كيما قال واحد ويقول له اقعد في دارك ما تخش، ديما معسوس ديما منا. علاش هذا الكل؟ باسكو كيما قلت لكم السلطات مازالوا يحتاجوهم، مازالوا يحتاجوهم باش يحتاجوهم للكرسي نتاعهم ديما باش غدوة قال بابا بابا شوف أمثارونا ثاني أمثارونا لازم نبقاو، راهي الجزائر راهي مستهدفة ديما مستهدفين. وهذو الإسلاميين هذو ما على بالهمش، مع مازالهم طماعين، مازالهم يقول لك حنا وغدوة وتقوم الدولة الإسلامية وتقوم وتقوم وتقوم، هي عمرها ما تقوم، عمرها ما تقوم كما قال واحد. فوالا دونك كيما شفتوا سوما باج فيسبوك هذه هي لافورماسيون هي ان علي بالحاج تم توقيفه يامس، هو ولده وداوهم النيابه اللي ديسيدي باش تحط ولد علي بالحاج في تحت شو فولي اون ديتونسيون بروفيزوار ثاني يكمل التحقيق. باباه علي بالحاج الامير تاع الجبهه الاسلاميه للخراب تم طلق سراحو وحطوه تحت الرقبه القضائيه، وهذه هي الخطر 20 اللي حطوه تحت الرقبه القضائيه. نقول لكم على خير، بونسوار يا توتي يا توس، يا دوما ان شاء الله.